الروائي العراقي السويدي حاسب الخميسي. الأماكن القديمة في مصر في أي في كل البلاد العربية تتشابه. نعم. يعني أنا لما أخش حي قديم في مصر كأني موجود في حي قديم في بغداد أو في البصرة. نعم. تماما بالضبط. نعم. نعم. وهي طبعا تذكرني في القديم والجديد أيضا. نعم. نذهب إذن إلى الإبداع الروائي وأولى روايات حضرتك يعني تحت عنوان الفصلية. نعم. وهناك من يقول أنها خاصة بالمرأة، المرأة الفصلية وكذا. نعم. هل من تعريف أولا أو فك رموز العنوان الفصلية؟ الفصلية. نعم. فك رموز العنوان بالنسبة للمجتمع العراقي واضحة. نعم. لكن للمجتمع الغير العراقي محتاجة لفك رموز لأن ما يفهموا شنو هي الفصلية، وهذا سؤال أنا من غير العراقيين استمع له كثير. نعم نعم. احنا نعرف الدية، الدية في العالم العربي قديما في التاريخ القديم والحديث. نعم. لما تقع حوادث القتل اي حوادث يعني السرقة، المعتدي او يدي دية للمعتدى عليه او المتضرر. نعم. دي تكون مثلا مادية اكثر من منها معنوية. لكن في العراق يعطوا المرأة دية. المرأة الدية هي دي الفصلية. نعم. بالعراق نسميها فصل. فصل والمرأة فصلية. يدوها بدل المادة يعني بدل الأموال بدل. في العراق فقط أستاذ حاسب؟ نعم. موجودة هذه في العراق. نعم. فقط في وسط وجنوب العراق على الأكثر. يعني هنا إذا افترضنا أن هناك شخص قتل مثلا شخص. نعم. يعطي لأهله امرأة سبع نساء. نساء سبعة. نعم. سبع نساء. سبع. نعم. وهي مذكورة في الرواية بالتفصيل. نعم. سبع أي سبع يعني هنا من أخواته من يعطي يعني من يعطي هنا؟ العشيرة. العشيرة. العشيرة اللي عشيرة القاتل تعطي السبع نساء لعشيرة المقتول. هذا في الرواية. نعم. نعم. ماذا يفعل يعني أهل المقتول بسبع نساء؟ يزوجون. هو أكو زواج شرعي لهن. نعم. زواج الشرعي موجود بدون دفع تكاليف. لكن ما فيش لا مهر مقدم. نعم. ولا مؤخر. نعم. ولا حقوق مدنية. ولا أي حاجة يعني. سبع نساء هنا هدية بدون هدية. أي مصاريف. هدية يعني نعم. نعم. هو نوع من العبودية والرق. وأنا ذكرت هاي في أول سطرين من المقدمة. نعم. عبودية مقنعة ورق مقنع. سكتت عنا القوانين القديمة والحديثة للدولة العراقية. ونساء الأدب ونساء الثقافة. أنا أحاول معك لماذا عبودية؟ هل هذه المرأة هي من السبعة ليست لها حقوق زوجة؟ ولا تقدر حتى تتكلم. نعم. ولا تقدر حتى تبدي رأي في البيت. نعم. نعم نعم. يعني ولما لم يتحرك المجتمع هنا؟ وعندنا مثل شعبي في العراق. نعم. يمكن هو هذا أقصر مثل شعبي في العالم متكون من كلمة واحدة. لما الزوج المضطهدة من قبل زوجها راح تقول لزوجها قابلاني فصلية، يعني أنا فصلية حتى تظلمني؟ أنا مش فصلية. أنا حرة. لا حقوق. لا حقوق. ليست فصلية. ليست فصلية. أنا مش فصلية. أنا حرة. لكن نعم. هذا ما زال موجود. موجود لحد اليوم بالعراق. نعم. ولم يتحرك القانون. ولم يتحرك لا القانون ولا المجتمع. عندنا أغنية واحدة بالعراق بس ظهرت في السبعينات. طوني فصلية ودينار باعوني. والشايب انطوني. هاي أغنية بس ظهرت عن الفصلية. في أوائل السبعينات. نعم. وهذه رواية يعني ربما أيضا الفصلية هذا العنوان واضح جدا. نعم. منذ متى صدرت الرواية؟ صدرت في بداية هذا العام. نعم. ولسه ما انتشرت يعني. نعم. إن شاء الله تنتشر. نعم. جميل. هل من ملخص للرواية يعني أهم أحداث فيها؟ أهم أحداث فيها أنه بنت طفلة عمرها ما تجاوزش 14 سنة. نعم. تحب ابن عمها حسن ومخطوبة لي ومخطوبين لبعض. وإحنا عندنا في عاداتنا وتقاليدنا في العراق أنه منهم أطفال يقول لك فلانة لفلان. نعم. وهم وبعدهم لسه. وهذا أحيانا يحدث هنا يعني هذه هم يعني فلانة لفلان كما تقول. نعم. خلاص يعني فلانة لفلان ولما يكبروا حيزوجوهم. وبدت قصة الحب بين ابن العم وبنت العم. نعم. لكن يحصل انه ابن العم في حادث طارئ يضرب زميل الى فراسه ويقتله يموت.
يصر أهل القتيل أن تكون عزيزة هي بطلة الرواية. نعم. فصلية وأول فصلية وما حيفكوا ديتها في أي ثمن. وتروح فصلية تعيش يعني يطوها الأسوأ رجل في صفاته. نعم. صفات الرجل اللي تاخذها موجودة في الرواية. شو هو شنو هو هذا الرجل اللي أخذها وشلون أخذها وشلون عايش وكيف يعني عايش. نعم. لكن أنا تعذرني يعني داخل طبين اللهجة المصرية واللهجة العراقية. لكن العبارات واضحة. العبارات واضحة. نعم. 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 لكن المؤلف إلى نظرته الخاصة. يعني لما تبدي هي في حياتها في بيت زوجها كفصلية أمية لا تقرأ ولا تكتب. نعم. لازم تكون في التغيير في الرواية. يعني ما تستمرش إنه هي فصلية مذلولة. نعم. لازم تحاول أن تغير. تحاول أن تغير في حياتها الكثير. نعم. تتعلم. تتعلم. نعم. القراءة والكتابة. نعم. تحتك في المجتمع الجديد. تنتقل من الهور الأهوار في جنوب العراق. نعم. إلى مدينة بغداد العاصمة عاصمة الرشيد. نعم. وفي حي من أرقى أحياها. طيب هاي شلون حتواجه الحياة؟ في البداية تخاف من المروحة، تخاف من الراديو. يعني صحيح. هذا الراديو ازاي دخلوا في الراديو؟ صحيح. نعم. هذا التلفزيون اللي موجود. طبعا العراق اول دولة عربية او اول دولة في الشرق الاوسط فتحت محطة للإذاعة والتلفزيون. فلما تشوف التلفزيون تباوع هذول منين دخلوا الناس؟ كيف دخلوا لهذا الصندوق؟ نعم. الصغير وازاي يعني يرقصوا ويغنوا فيه؟ نعم. في مرور الزمن تطبع في عاداتها وتقاليدها. نعم. مع الناس. نعم. وتتعلم. وفي الآخر زوجها هو اللي يبقى معها فصلية. لابد من تغيير في الرواية، تجديد في الرواية. نعم. نعم. اسمح لي هنا يعني تتحدث عن عزيزة بطلة الرواية التي تأتي من يعني الأهوار من الأهوار إلى العاصمة إلى بغداد، العاصمة بغداد لتكتشف عالم جديد وربما يعني تقفز إذن بعد أن تتعرف على أمور وتتغير. هنا يعني الفترة الزمنية إذن يعني اسمح لي يعني بين أي عام يعني بالرغم من صدور الرواية مع بداية هذا العام. نعم. لكن في أي فترة زمنية تدور أحداث الرواية؟ نعم. تبدأ في الشهر الأخير من عام 1951. نعم. نعم. وأنا اختاريت هذا التاريخ لأنه هو يتوسط القرن العشرين. نعم. والدولة العراقية ما زالت قائمة جديدة. يعني دولة هل انثورات في هذه الفترة؟ لا ما في ثورات. نعم. نعم. الدولة العراقية قامت في عام 1921. واستمرت في الملكية حتى 58. نعم. بعد حركة 14 تموز العسكرية. واستمرت الجمهورية لحد للوقت يعني لحد لكن الآن. عام 1951 هنا لتوسط هذا يعني هذا بداية العام. الرواية. نعم. لكن الرواية تنتهي في بداية عام 1964. نعم. يعني 12 سنة. تبدأ الفصلية بها. 64 أيضا. في 64 بعد 63 العراق حدث في أشياء كثيرة. كثيرة. غيرنا يعني من نظام حكم ملكي في 58 بعدين جاء عبد الكريم قاسم. نعم. الرواية خشة في السياسة أيضا. نعم. بعدين بعد 63 جت حكومة جديدة. صار تغيير في العراق. نعم. إلى الأفضل أم الأسوأ كما صورت الرواية؟ مع الأسف للأسوأ. نعم. مع الأسف للأسوأ. نعم. فبعد 64 أنا عندي تكملة في هاي الرواية الفصلية، هي الرواية الأولى من سلسلة روايات رغبات صامتة. نعم. خماسية رغبات صامتة، هذا العنوان الأكبر الذي يشمل يعني فصلية، هذه الفصلية أول إصدار رواية وأربع. نعم. روايات جاية. نعم. نعم. طبعا الرواية الثانية هو ثوب الورد حيجي في أواسط هذا العام. نعم. والرواية الثالثة حتجي في بداية عام 2018. نعم. اسمها وجدته ولكن. هاي تبدي من 2003 الى 2004. هناك الاسير رقم 13 ولا؟ نعم. نعم. هذا تحت عنوان هذا الاسير رقم 13 حتصدر في الشهر الجاي. نعم. هذه مش من هاي السلسله، مستقله. نعم. ليست تحت عنوان رغبات صامتة. نعم. نعم. مستقله هذه. خمسه اجزاء تقول. خمسه اجزاء. الاولى هي الفصليه. الفصليه. نعم. 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 بس كل جزء يبدي في سنه وينتهي في سنه. نعم.
وأبطاله وأحداثه مستقلة عن الجزء الثاني. أحداث مختلفة وفترة زمنية تكمل نعم الفترة الزمنية متممة إلها. ليش رغبات صامتة؟ احنا في كل واحد من عندنا، انا مثلا، انت حضرتك عندك رغبات في داخلك تتمنى تحقيقها، من الصعب ان تعلنها، لكن في رغبات انت ما تقدر تحققها بسبب اوضاعك الصحيه، اوضاعك الماليه، اوضاع البلد، السياسيه، الاقتصاديه، اوضاع يعني كثيره، فانت تبقى في داخلك صامته ما تقدرش تعبر عنها. فهي هاي الرغبات صامته في داخل كل واحد منا وتبقى صامته ما دام انت ما تقدرش تعبر عنها. طيب تسمح لي ان اعود مره جديده لفصليه بطله الروايه عزيزه. يعني هناك من يقول ان الروايه كثير من احداثها حدثت في الواقع، الى اي مدى او باي نسبه من النسب الواقع موجود في الروايه؟ بطله الروايه انا طبعا كنت اعمل صايغ وجواهرجي في الاصل في العراق ام في سوريا؟ في العراق. صايغ وجواهرجي، تعرف انت صايغ وجواهرجي شغل عن نساء اكثر من الرجال. فهاي عزيزه شخصيه حقيقيه، كانت زبونه عندي. واجت في بدايه في اواسط الثمانينات، حكت فصول عن حياتها. انا هاي الفصول هي مو بالضروره قالت كل ما مكتوب في الروايه. وانا هاي الجمله بالذات ذاكرها في المقدمه، هي مش بالضروره قالت كل ما مكتوب في الروايه، لكنها اوحت. المؤلف عنده بنيانه الخاص. صحيح، عنده افكاره خاصه اشارت اليه، اوحت به، والمؤلف يكمل الصوره. ويصحح. ويشيل. ويحط. يعني انت زي ما قلت، انت اعطيتني قطعه قماش. انت ما اعطيتنيش ثوب. لكن انا اللي تفننت في تخييل في خياطه الثوب ده. صحيح. نعم. طيب نكمل باقي شخوص او الاشخاص الروايه. يعني عزيزه هي البطله، هي من البطله. أيضا باقي الاشخاص؟ باقي الاشخاص الشيخ العشيره اللي هي تخرجت منها، واشخاص اخرين مثل عندهم ادوار ثانويه مثل السيد. احنا عندنا بالعراق ناخذ في السيد، يعني كلمه السيد، والسيد ده شخص منحدر في اصله، في حسبه ونسبه الى الامام علي، الى الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. وكذلك ابن عمها بطل الروايه اللي يستمر معها حتى الاخير، وزوجها اللي جت فصليه، موسى. موسى اسمه، وصفات موسى هو بطل الروايه ايضا. واولاد موسى عائلته قبل لا ياخذها كان متزوج من نساء اثنين ومخلف منهم ومطلقها، وتتعرف على اولاد زوجه وتلقاهم في الشارع. وقام في الروايه بدات تسرق مال من زوجها حتى تصرفه على اولادها. على اولاد زوجها. فاجرت لهم بيت وسكنتهم وشغلوا ورجعتهم للدراسه وللجامعه حتى بقوا اساتذه جامعيين ودكاتره. حسب ما قالت لي عزيزه هي يعني بطله الروايه. حبيت اسمع منها اسماء الحقيقيه لاولاد موسى. رفضت تعطيني اسمائهم الحقيقيه، قالت لان واحد منهم دكتور معروف مشهور في العراق، كل واحد بس تقول الدكتور فلان كل العراقيين يعرفوه. عشان كده انا مش حديك اسمائهم الصريحه. فاستعنت انا باسماء ليست حقيقية. مستعارة. طيب. اسمح لي ايضا، ربما يعني الفكرة هنا في اماكن متفرقة، يعني على يعني ذكرت حضرتك منها الاحراش ثم العاصمة بغداد، في اي الاماكن تدور احداث الرواية؟ تدور احداث الرواية الابتدائية في اهوار ميسان. ميسان في جنوب العراق. مشهورة في اهوارها ومنطقة زراعية في الدرجة الاولى، واهلها يعتمدوا في الزراعة، وفي الصيف وفي الشتاء يعتمد على صيد الاسماك والطيور المهاجره، احنا نسميه الطير الحر بالعراق. فهذه هي نشاطات اهلها. في الدرجه الاولى. الان تغيرت الامور. اين ايضا يعني بجانب اهوار نساء؟ احداث قليله في البصره. لكن اكثر الاحداث نهايتها في بغداد.
في بغداد. قضت الفصلية 12 سنة من أحداث الرواية في بغداد، ورجعت مرة ثانية للأهوار فلاحة. يعني بدأت فصلية، جت خرجت من الهور فصلية لبيت زوجها موسى، وبقت 12 سنة خلالها صعدت إلى مدير لشركة المقاولات اللي كان يملكها زوجها. كانت تديرها، لكن بسبب أحداث صارت في سنة 63 استولت مؤسسة من مؤسسات الدولة على أملاكها. وتزوجت ابن عمها اللي خرج من السجن واللي كانت تحبه، ورجعت مرة لاخر فلاحة للأهوار. طيب، الروائي العراقي السويدي الأستاذ حاسب الخميسي، يعني لماذا تحت عنوان رغبات صامتة تأتي سلسلة من الأعمال؟ يعني نظل احنا الكبت موجود. يعني انت تسألني وانا لازم اجاوبك بصراحة. الكبت موجود. لما انا في ظل الحكم ما اقدرش انطق في كلمة، ينقص لساني او ينقص رقبتي. انا في ما اقدرش اقدم على وظيفة لان انا ما عنديش واسطة. انا ما اقدرش اتكلم مع جاري لان هو اقوى مني. لان انا مثلا من اقلية دينية، انا من اقلية دينية. ما اقدرش اتكلم مع صاحبي، مع جاري، لان هو من الاكثرية الدينية والاكثرية القومية، وانا من الاقلية الدينية والاقلية القومية. في اوجه الاضطهاد كثيرة والكبت كثيرة، فتبقى الرغبات داخل نفسي صامتة، ما اقدرش اعبر عنها. انا اقصد هنا لماذا يعني اكثر من عدد، اكثر من اصدار تحت هذا العنوان؟ لماذا ليس عمل او اثنين او ثلاث على مراحل؟ لماذا خمسة؟ مراحل زمنية؟ مراحل زمنية. هاي الفصلة بدأت من 51 وانتهت في 64. احنا عندنا مرحلة ثانية حتبدي من 65 حتى 67 68. احنا عندنا مرحلة جاية هي مرحلة الحرب بين العراق وايران. المرحلة الرابعة مع سقوط العراق بغداد في ايد الامريكان. وصار ايه يعني سنه قبل سقوط صدام. قبل سقوط بغداد سنه، وسنه بعدها سنتين بس هذه وجدته ولكن. هي راح تكون الثالثه. وجدته ولكن هذا عنوان، هذا العدد. الثالثه. الرابعه حتكون البديل. البديل شو هو البديل؟ يعني انت حضرتك مثلا قد تبدل شكتك في يوم من الايام. او جزمتك. تبدل بيتك. تنتقل من بيت الى اخر. تبدل جيرانك. انا مثلا بدلت وطني، كنت عراقي وعايش بالعراق، انا الان احمل الجنسيه السويديه. بدلت للافضل او للأسوأ. وبدلت ليش؟ ليه يعني بدلت؟ ليه هذا التبديل؟ ليه هذا التغيير؟ فهو هذا البديل. هي الرابعه. راح تكون. طيب اسمح لي أن نذهب إلى يعني رواية الأسير رقم 13. هي رصد مرحلة هامة في تاريخ العراق الحديث. يعني ماذا عن هذه الرواية؟ هذه من وقائع الحرب العراقية الإيرانية. حضرتك تعرف أنه بالحروب الأخبار تتنقل للأخبار السيئة. كذا قتل، كذا معركة، كذا قصف، كذا كذا. لكن أثناء الحروب في ومضات إنسانية تحدث حتى بين المتقاتلين. ما حدش يذكرها، ما حدش يتطرق لها. لكن هذا الجندي اللي هو أسير رقم 13، انا شفته وروالي الحدث اللي صار خلال خمس دقائق. هو تكلم خمس دقائق معايا بس. بس الخمس دقائق دي اللي تحدث معايا انا عملتها روايه. من 150 صفحه. يعني اسمح لي قبل ان ينتهي الوقت، يعني اخر مره زرت العراق متى؟ غادرت العراق ب 2006 اواسط 2006. وما رجعتش لحد دلوقتي. كيف تتابع اخبارها؟ موجوده وسائل الاعلام. فقط. الله يبارك. لو اخبار اقارب هناك. اقارب هناك نسمع اخبار العراق من خلال اقاربنا اخواننا. اللي باقين في في العراق. يعني ربما قبل الكلمه الاخيره، العمل القادم ان شاء الله يعني ما هو؟ بعد شهر من الان على الاكثر. حتصدر الاسير رقم 13. وفي اواسط هاي السنه، السنه دي 2017. حتصدر ثوب الورد. هي الجزء الثاني من رغبات صامته.
وفي بداية 2018 هتصدر وجدته ولكن. نعم.